أهلا بكم في اختراعات أبي الطيب التي كان الأول فيها شعرا ولغة ومعنى. معكم علي بن تميم في بيت القصيدة. أرى المتشاعرين غروا بذمي ومن ذا يحمد الداء العضالة. هذا بيت من قصيدة قالها أبو الطيب يمدح فيها بدر بن عمار، لكنه كعادته يتحدث عن نفسه ويكشف لنا طبيعة صراعات الشعراء الدائرة حوله وحقدهم عليه بسبب براعته واختراعاته وشاعريته الفريدة، بل وتقريب الملوك والأمراء له، بل واشتراطه عليهم أن يمدحهم وهو جالس على عكس عادة غيره من الشعراء. يقول أبو الطيب في هذا البيت إنه يرى المتشبهين بالشعراء وليسوا منهم قد أولعوا بذمه وطعنوا فيه وحسدوا منزلته عند الممدوح، ويقول أنا أعذرهم لأني الداء الذي لا دواء له، لأني أغيظهم فلا بد لهم من أن يذموني. ثم يجهز عليهم ببيته الآتي: ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. يقول: من يعيبني إنما يعيبني للنقص الذي فيه، كما أن المريض يجد الماء العذب مرا لأنه في فمه مرض، فكذلك ليس في شعري ولا في فضائلي مطعن، فمن طعن فلنقص فيه. قد أتى أبو الطيب بصورة بديعة في هذين البيتين، حيث شبه نفسه في البيت الأول بالداء العضال الذي لا شفاء منه، وهم المرضى الذين ابتلوا به فلا يملكون إلا ذمه والانتقاص منه، وذلك لا يشفيهم بل يزيدهم سقما وحقدا. هذه صورة مبتكرة مخترعة لم يسبق إليها، ولم يسبق في تاريخ الشعر العربي أن لاقى أحد من الشعراء غير المتنبي هذا الحقد الكبير عليه من مجايليه وإشاراته الدائمة إليهم. وكلهم بالمناسبة من كبار الشعراء، مثل أبي فراس الحمداني والصاحب ابن عباد وغيرهما، كما أنه لا توجد في العربية كلها شاعر كثرت في شعره المعاريض كما كثرت في شعر أبي الطيب. بل أنت تقلب دواوين الشعراء جميعا فلا تكاد تجد فيها هذه المعاني في الإنذار والوعيد والتربص. هذا هو سبق أبي الطيب، وهذا هو بيت القصيد.